How's about a big hug for your old pal Merle? مرحبا يا حبايب ديفيد، أهلا بالكفرة وحطب جهنم، وأهلا بعباد الله الصالحين وحتى بعباد الصليب. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. آسف جدا عن الغياب الطويل يا أصدقائي، والذي دام لمدة 4 أشهر. صدقوني اشتقت لكم كثيرا، وكنت أريد أن أقوم برفع فيديوهات في هذه الفترة، لكن كنت مشغول جدا، قدر الكريشنا وما شاء فعل. لكن ما أثار انتباهي في الفترة السابقة هو هجوم العديد من قنوات الدعوة علي. شاهد فضيحة الملحد ديفيد راجاني يكذب على متابعيه، الفيديو الذي يتمناه الملحد ديفيد أن يحذف، نهاية التلحود ديفيد. عادة عندما تغيب ينساك الناس، لكن أنا حتى عندما أغيب عن اليوتيوب أظل موجود في عقول الشيوخ. وهذه المرة هذا الأخ ادعى أن قناعي قد سقط وأنني أقوم بمسرحية وأخدع الناس. شاهدوا الفيديو. اليوم فضيحة جديدة لمسرحية أخرى من نوع مختلف للنصارى والملحدين. مسرحية اليوم تدل بشكل واضح على أن الملحد والنصراني ما هم إلا مجرد وجهان لعملة واحدة. هذا هو الملخص. يا أخي، ما هي مشكلتكم مع الملحد؟ لماذا تحاولون بكامل قواكم ربط الملحد بدين معين، وخصوصا المسيحية أو النصرانية كما تقول؟ لكن ليس هذا الأخ فقط، بل جميع الشيوخ يحاولون ربط الملحد مع المسيحية، وهم طبعا يقومون بهذه الأفعال في محاولة منهم لانتقاد الملحد. فلو كنت بدون دين لن يستطيعوا إمساكك من أي جهة، لكن لو كنت مسيحي، أوهو، أنت لديك تاريخ طويل معنا. المشكلة أنه شخص غبي، أو ممكن قد يكون ليس غبيا، لكن الله عز وجل فضحه، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا أن هؤلاء أشخاص ممثلين يريدون فقط أن يجعل المسلم يترك دينه. المهم، الفضيحة ستبدأ من هذه اللحظة. اللقاء المزعوم الذي جرى بين هذا المقنع الملحد وبين النصراني الآخر زعم أن اسمه أحمد. طبعا هو يتحدث عن هذه الحلقة من سلسلة كافر في الجنة، لكن أنا لن أقول شيئا الآن، لن أحرق عليكم الأحداث. دعونا أولا نرى هذه الفضيحة، رغم أن الفيديو يعني عمره 3 سنوات والآن ظهرت الفضيحة، لكن لا مشكلة. دعونا نكمل الفضيحة يا إخوة. الفضيحة يا إخوة. أقسم بالكريشنا ذكرني بالمحقق كونان بلقطة النظارة هذا. أوكي نو مور، دعونا نرى الفضيحة الآن. اللقاء الذي حدث مفبرك، لأن الشخص المتحدث هو نفسه هذا الملحد. طيب كيف عمل؟ يعني اثنين يتكلموا، هو فقط هو تكلم لكن غير صوته، فخم من صوته وأظهر أن الشخص الثاني نصراني وهو ملحد، لكن هو في الحقيقة نفس الشخص، هو نفس الشخص هذا المقنع، هو نفس الشخص المتحدث، لكن فخم صوته عن طريق المونتاج. فخم الصوت، ونحن نعرف الذين يعملون في المونتاج يعرفون ذلك، يعرفون تفخيم الصوت وترقيق الصوت وتغيير الصوت، يعرفون كل هذه الأمور، وأنا أمنتج وأعرف هذا، لكن قد لا يعرف هذا الكلام الأشخاص الذين ليس عندهم اطلاع على المونتاج. طيب نحن كيف عرفنا أنه هو نفس الشخص؟ لأن أحد الإخوة أخذ هذا المقطع وعمل تصفية للصوت فظهر الصوت الحقيقي، لأن حين تعمل تصفية للصوت يظهر الصوت الحقيقي. هل هذه هي الفضيحة؟ يا رجل، توقعت منك أكثر بصراحة، لكن خيبت ظني. حسنا، هل ما يقوله الشيخ صحيح يا ديفيد؟ نعم يا صديقي، صحيح، وفعلا ليس فقط تلك الحلقة، بل جميع حلقات كافر في الجنة هي حلقات 100% لي، ولا أحد يساعدني فيها، لأنني أحيانا أقوم بدور الله وإبليس، وكنت أخطط القيام بدور المسيح. يعني لن تجد شخصا يساعدك في مثل هذه الأمور. يعني هل هناك من سيقبل بأن يقوم بدور الله؟ لا أحد. لذلك أنا عندما بدأت السلسلة توجب علي أن أجد حلا لهذه المشكلة، فقررت أن أقوم بأدوار الضيوف مع التعديل على الصوت. وكافر في الجنة هي سلسلة ساخرة فقط ولا تهدف إلى أي شيء، قلتها في أول حلقة
عندما كنت ما زلت ألبس القناع القديم. وللتذكير فقط، هذا البرنامج هو برنامج ساخر ولا يهدف إلى أي شيء معين. وأصلاً من يتابعني من ذلك الوقت إلى الآن يعرف هذه الأمور، لأنني أصلاً قلتها في نفس الفيديو. وحتى تعرف أن هذا الشيخ ومن معه نصابين، هو قرأ وصف الفيديو وقرأ الجملة التي كتبتها أنا منذ 3 سنوات، والتي هي: أنا من أديت دور الأخ أحمد لكي أعطيكم واقعية أكثر عن الفيديو. ومع ذلك هو نشر الفيديو. طبعا ستقول لي الآن يا عزيزي المسلم أنني كتبتها بعد أن شاهدت فضيحتي وليس قبل 3 سنوات. محاولة جيدة، لكن أنا أيضا لدي إثبات بأن هذه الجملة كتبتها قبل 3 سنوات، والدليل من التعليقات. فمثلا هذا التعليق يقول: ديفيد مع أحمد ديفيد، جميل جدا، يعني أن هذا الشخص قرأ الوصف وعرف أنني من قمت بدور أحمد. وإذا كانت ذاكرتي جيدة فأنا أذكر أنني كتبتها بسبب المسيحيين. نعم، لأنني شاهدت العديد من المسيحيين في التعليقات يظنون أنني فعلا أتكلم مع شخص آخر. وهذا تعليق آخر يؤكد كلامي. وشاهد يا عزيزي تواريخ التعليقات قبل 2 و3 سنوات، يعني قبل أن يقوم هذا الشيخ بالفيديو. وأصلا القصة التي نقلتها هي قصة حقيقية وليست مفبركة، أنا فقط لم أجد في ذلك الوقت من يساعدني في السلسلة، لذلك كانت 100% من تصوير ومونتاج ديفيد. فهذه هي الفضيحة التي تتحدث عنها يا سيد المحقق. جميع من يتابعني يعلمها، إلا من هم جدد في القناة طبعا ولا يتابعون سلسلة كثير في الجنة. بصراحة توقعت منك أكثر، لكن خيبت ظني يا سيادة المحقق. طبعا هو غرضه من هذا أن يثبت للناس أنني مسيحي، رغم أنني لا أفهم كيف لشخص مسيحي أن ينتقد الله، يعني حتى المسيحيين يؤمنون بالله، فكيف سأنتقده أو أهينه إذا كنت أنا مسيحي؟ أما عن ما قاله بخصوص يمدح المسيحية أو عفوا النصرانية والنصارى كما يقول، فأنا لا أقوم بهذا، لكن أقول فقط ما أراه. المسيحية لا تريد قتلي، الإسلام يريد قتلي. هل تتوقع مني أن أقول لك الإسلام أفضل من المسيحية؟ طبعا لا. بالنسبة لي الاثنين أضرب من بعض، لكن على الأقل أحدهم لا يحاول قتلك. إذا فهمت ما أقصد. وتذكروا كلامي، سيأتي وقت وأقوم فيه بتفجير خبر كبير لكم، سيتحول هؤلاء من مناداتي بديفيد المسيحي إلى ديفيد اليهودي. فقط اصبروا. هذا لو فرضنا أنه ملحد أصلا، لا أتوقع أنه ملحد، بل أتوقع أنه نصراني متخفي في ثوب الإلحاد حتى لا نخرج كوارث كتابه. المهم تشف أمر هذا الشخص وعرفنا أنه هو نفسه المتحدث. طيب، أولا أقلوبة حكاية أن نفس الشيء طبعا بيعملوا رحوم النصاب، بيجيب ناس نساء لبسات نقاب أو لبسات كمامة يرتدين نظارات كبيرة بغرض ماذا؟ يقولك خوفا من أن تتعرض للقتل وكذا. بلاش هذا الكذب، لا يوجد واحد إلى الآن زعم أنه ارتد عن النصران عن الإسلام واعتنق دينا آخر أو اعتنق الإلحاد ويعيش في الدول العربية وتم قتله، هذا لم يرد على الإطلاق. يا رجل اتق الله، أنا لا أظن أن هذا الشيخ يعيش معنا على كوكب الأرض. ألا تسمع الأخبار يا أخي؟ ألا تقرأ ماذا يحدث في العالم؟ ربما أنت تعيش في زمن الصحابة والمبشرون بالجنة، لكن دعني أخبرك، في يومنا هذا وفي سنة 2023 ما زالت حوالي 10 دول إسلامية تعدم الملحدين أو المرتدين عن الإسلام بصفة عامة، وهذه الدول منها أفغانستان وإيران وموريتانيا واليمن. هل تريدني أن أكمل أم لا؟ وفي ليبيا البلد الذي تعيش فيه أنت تم الحكم بالإعدام على الشاب ضياء الدين بتهمة الردة عن الإسلام، وخرجت أنت وتحدثت عن الموضوع، ثم تأتي بكل وقاحة وتقول هذا لم يرد على الإطلاق. أصلا في الدول التي يقل فيها الأمن الموضوع غالبا لا يحتاج إلى تدخل الدولة، ما
مثلا في سوريا واليمن ولبنان تجد أن الناس إذا عرفوا أن فلان أصبح ملحد أو مسيحي أو حتى بوذي لا يهم، المهم أنه ترك الإسلام، يقومون معه بالواجب ويطبقون عليه حد الردة بدون تدخل الدولة. وأنا تواصل معي ملحدون من سوريا على مشارف الموت، أخبروني أنه لو كشف أمرهم لا يوجد من سيحميهم، أول من سيعدمهم هم عائلاتهم. وأكبر مثال على ذلك الملحد المشهور شريف جابر. شريف جابر يعني استهزأ بالله عز وجل، واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأ بالدين، وعنده آلاف المتابعين الذين يتابعونه ويدعمونه، وموجود في داخل مصر، لم يتعرض لخدشة. مجرد أنه سجن 3 أيام عملها كأنها 3 قرون، يعني هذه 3 أيام التي سجن فيها، وطبعا لأغراض أخرى ليس بسبب انتقاده للدين، أظن الله أعلم ما هي أسباب سجنه، لكنه موجود. وكثيرون في دول عربية أخرى ارتدوا، موجودين يتحركون في الشوارع، يذهبون ويخرجون، ولا أحد يقربهم على الإطلاق. تكذب وواثق من نفسك يعني، أو ربما لا تكذب، أنت فقط لا ترى العالم الحقيقي. لا أحد يقربهم لأنهم لا يعلمون أنهم ملحدين. فالأغلبية الساحقة من الملحدين في الدول الإسلامية يمثلون أنهم مسلمين خوفا على سلامتهم الشخصية. أما بالنسبة لشريف جابر فهو تعرض للعديد من المضايقات بسبب فيديوهاته، والآن يعيش حياة التخفي لكي لا يقبض عليه، فهو محكوم ب4 سنوات سجن. لكن لا تقلق، أنت معك حق، هو يعيش بخير ولم يتعرض لخدش، مجرد 4 سنوات في سجون مصر بتهمة ازدراء الأديان، عادي عادي يا أخي. إذا كان حامد عبد الصمد لبس هودي، يعني هودي في الشارع مكتوب عليه God is busy، يعني الله مشغول، وهجم عليه الناس لأنهم شكوا في أنه كافر، فماذا تتوقع أن يفعلوا بملحد كشريف؟ يعني إيه God is busy؟ يعني انت مش عارف انجليزي؟ ايوه يعني ايه جاد سبيسي؟ انت مش عارف انجليزي؟ ايوه فاهمني. طيب كده لا ده كفر. ايه جاد سبيسي يعني؟ ربنا مشغول عننا يعني. كفر ليه بس؟ واحد اداني تيشيرت هديه ولبسته، ايه المشكله؟ ده تعرف المكتوب عليه الاول وبعدين ايه المشكله؟ انت اسمك ايه؟ ها اسمك ايه؟ بس هذا الشخص المقنع عنده قناه على اليوتيوب وعنده الاف المشتركين عبر اليوتيوب، وهذا الشخص المقنع هو في الحقيقة يقول عن نفسه أنه ملحد، لكنه في نفس الوقت في كثير من الحلقات يمدح النصرانية ويقول عنها دين المحبة ودين التسامح ودين السلام إلى آخره من هذه الكلمات. هذا يا إخوة يدل على أن هذا الشخص إما يدل على أنه نصراني متخفي في ثوب الإلحاد كي لا نأتيه بالكوارث الموجودة في كتابه فيتظاهر بالإلحاد، وهذا فعله كثير من النصارى. النصارى يخافون من كتابهم. النصراني لم يأتيك بشبهة، كن على يقين تام أن هذه الشبهة موجودة في كتابه، موجودة 100%. النصراني لا يأتيك بشبهة إلا ومثلها في كتابه. لا 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 لا، بصراحة كشف أمري يا حبايب ديفيد، كشف أمري، لم يخرجني أحد من عتمتي أبدا، يبدو أنك أول من سيخرجني منها، افتخر، فهذا إنجاز بالنسبة لك. مرحبا مرة أخرى، معكم ديفيد راجاني الملحد النصراني المتخفي في ثوب الإلحاد. اليوم سنزيل هذا الثوب وسأكشف لكم أنني نصراني. كما ترون معي الصليب، واليوم سنصلي الصلاة المسيحية. هيا بنا نبدأ. أبانا الذي في السماوات، فليتقدس خبزك، فليأتي ملكوتك. ستوب 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 ستوب، ماذا هناك؟ لعنك الله أيها ستكشف أمرنا يا أخي، ستكشف أمرنا أمام الناس. ليس خبزك بل اسمك، يجب أن تقول فليتقدس اسمك وليس خبزك أيها الغبي، ستكشف أمرنا وسنخسر حربنا ضد الإسلام. أوكي آسف. Let's do this again. أبانا الذي في السماوات، فليتقدس اسمك، فليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واعطنا خبزنا كفاف يومنا لا 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 لا، لقد نسينا شيء مهم أيها المخرج. ماذا؟ يجب أن تكون هنالك موسيقى دينية جميلة يا أخي حتى يصدق الناس أنني مسيحي،
فالموسيقى تجعل الناس يبكون من كثرة الإيمان. حسنا ابدأ. أبانا الذي في السماوات، فليتقدس اسمك، فليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، واعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير، من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد والمجد إلى أبد الدهور. آمين آمين. المجد ليسوع المسيح، المجد للرب يسوع المسيح. هاللويا هاللويا هاللويا. أوكي أظن أننا انتهينا هنا. أوكي أوقف الموسيقى ودعني أعود إلى مكاني، فهذا المكان لا يناسبني. أوكي بعد جلسة التصوير أتوجه بالشكر إلى السيد المخرج والذي طبعا هو أنا، فأنا الملحد الممثل المتخفي النصراني ديفيد من قمت بدوره. هذا الشيخ يا أصدقائي لمن لا يعلم أنا وهو لدينا تاريخ، فهو حاول في الماضي خداعي وسرقة قناتي لكنه لم يستطع وحاول أن يناظرني، فوافقت لكنه تهرب بعد ذلك بدعوى أن القناة التي ستكون فيها المناظرة هي قناة كفرية. تستطيع مشاهدة هذه الحلقة إذا كنت تريد التفاصيل. على كل حال هو تحدث عن نقطة وهي مدح الملحدين للمسيحية. هذا أمر غير صحيح، لكن في الغرب هناك تعايش بين الملحدين والمسيحيين. نعم هذا ليس له علاقة بالإسلام، يتآمرون على الإسلام كما يدعي الأخ، لا، هذا الموضوع له علاقة بالتربية. فتجد ملحد بريطاني متزوج من مسيحية ويعيشون بسعادة ولا يعرفون شيئا عن الإسلام. فإذا كنت ترى أن هذا هو ما تسميه بمدح المسيحية فأوكي يا سيدي المحقق، أنا أدعم المسيح أو أمدح المسيحية. اصبر عليك كمان شوي. وكما قلت سابقا هذا الأمر منتشر كثيرا في الغرب، فهم لا ينظرون إلى الدين، وهذا الشيء يعجبني كثيرا في المسيحيين الغربيين. لكن العرب لا أظن أنك ستجد هذا في العرب. مثلا في مصر هل تتوقع أن تجد مسلم متزوج من مسيحية أو مسيحي متزوج من مسلمة؟ لا أبدا. التعايش هو أهم شيء، أهم من الدين. فإذا كنت أنت تتقبل الملحد والمسيحي واليهودي والناس من جميع الديانات فأنت أخي وصديقي، لكن إذا كنت لا تتقبل الآخرين وتسعى لإعدام كل من ترك دينك وتسمي أتباع الديانات الأخرى بالقردة والخنازير فأنت تحتاج إلى مصحة نفسية يا عزيزي. لكي أكون صريح معك. على كل حال كانت هذه الحلقة ردا على كلام هذا الشيخ أو هذا المحقق الذي فضح أمري. تخيلوا أن البعض من متابعيه أصبحوا يقومون بإيديت للبوستر على أساس أنه ضربة موجعة للملحد ديفيد. يعني ماذا عسنا أن نقول؟ نسأل الله العفو والعافية. بمناسبة الوصول إلى 30,000 مشترك نزلت بوست مؤخرا على اليوتيوب أجمع فيه أسئلتكم. لا تقلقوا الأسئلة ما زالت عندي وفي الفيديو القادم سأجيب عنها. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو يا أصدقائي، وأراكم في فيديو جديد. سيدي بتاعك ده وانت بتت في كل حاجة.